بالتأكيد كانت خطوة مهمة جدا في حياتي، كانت نقلة يعني. اشتغلت كتير قبل النهار، بس أنا بعتبر إن النهار هي أول خطوة حقيقية لي. اشتغلت في أماكن كتير، اشتغلت في دريم، في التلفزيون المصري، في روتانا، في مالدي سبورتس، في قنوات كتير، بس يمكن ما قدرتش أخد فرصة قد اللي أخدتها في قناة النهار رياضة. أنا بشتغل في الرياضة من تقريبا 2010. قبليها كنت بشتغل منوعات، حاجات لايت أكتر. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوادي. www.washwasha.org